مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي برنامج آخر الأسبوع في قناة المحور الفضائية المصرية، ومساء الخير على كل مشاهدي تلفزيون دولة البحرين الكرام. اسمحوا لي أكون مع حضراتكم أنا دينا يحيى من خلال هذه الحلقة الخاصة والمشتركة ما بين قناة المحور وما بين تلفزيون البحرين للاحتفال بأعياد دولة البحرين. والحقيقة أن ممكن ناس كتير قوي تسأل ليه أنا موجودة النهاردة هنا، ليه إحنا معاكم هنا بنحتفل بمملكة البحرين. الحقيقة بنحتفل ب 17 سنة على الميثاق، عيد الميثاق الذهبي للمملكة، مش بس عيد للبحرين ولكن هو عيد لكل دولة عربية. لما البحرين بتحتفل الفرحة بتوصل للقاهرة، ولما بتحتفل البحرين بتجيلها التهاني من قلب مصر. لما المملكة بتحقق انتصار فهو انتصار لكل المصريين. الحقيقة إن شعب مصر وشعب البحرين هم شعبين بيربطهم علاقات أبدية، أبداً مش بتمحوها محاولات التآمر على البلدين، ولن تمسها أبداً محاولات الوقيعة ما بينهم. هنا في البحرين بيحتفل الأشقاء قيادة وشعباً بعيد الميثاق قبل 17 سنة، وتحديداً يوم 14 فبراير 2001 صوت أبناء البحرين على الميثاق اللي حول الدولة إلى مملكة عصرية ديمقراطية. ميثاق نبع من قلب المجتمع وتم كتابته بأيديهم، وعبر عن كل طموحات الشعب البحريني، كمان أكد على تطلعاتهم. ميثاق كان تلخيص لرؤية ملك إصلاحي وطموح شعب بيهدف إلى المستقبل. هنا في المنامة بيحتفلوا وإحنا كمان بنحتفل معاهم. هنا في المنامة بيجددوا العهد للميثاق، وإحنا في القاهرة بنجدد العهد على الأخوة الأبدية والتماسك مع الأشقاء. تاريخ واحد، مصير واحد، عدو واحد، أمن واحد، وأكيد حلم واحد. كل سنة ومملكة البحرين حكومة وشعبا بألف خير وسلام. واسمحوا لي من خلال هذه الحلقة الخاصة المشتركة إني أرحب بالزميل الإعلامي البحريني فواز العبدالله. فواز مساء الخير وكل عام وانت بخير. وانت بخير الزميلة دينا والجميع بخير في جمهورية مصر العربية أرض الكنانة ومصر العروبة. تحية لمتابعي قناة المحور وتحية لمشاهدي تلفزيون البحرين في هذا البث المشترك ما بين مملكة البحرين وأيضا جمهورية مصر العربية. تحية لجميع الأشقاء والأخوة. الزميلة دينا قالت مصير واحد يربط ما بين البلدين العربيين، مصير واحد، قلب واحد في جسد واحد، هما عنوان البحرين صحيح وجمهورية مصر العربية صحيح. من عام النور قلنا جات للبحرين سيرة، يا بلادي حبرك الأمجاد وصفحتك مفاخر.
احتفالات كتيرة مرت على مملكة البحرين النهاردة. جايز أول الاحتفالات هو احتفالات مملكة البحرين بمرور 17 عام على ميثاق العمل الوطني. بتحتفل مملكة البحرين في يوم 14 من فبراير بالذكرى 17 للتصويت على ميثاق العمل الوطني البحريني. هذا الميثاق اللي بيعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات. ومش بس كده، كمان بلورة لمشروع جلالة الملك الإصلاحي لما حدد الميثاق الأسس والمقومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة، وكمان هوية البحرين الحضارية التاريخية العربية الإسلامية، وكمان المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، وعلاقات البحرين الخليجية والعربية والدولية. بالتأكيد دينا، يعني ميثاق العمل الوطني يعتبر وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية، الهدف منها إحداث تغييرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث أيضا سلطات الدولة ومؤسساتها تنفيذا لرغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتطلعات شعب البحرين. لو جينا يا فواز وكلمنا مع الناس أكتر على فكرة يعني التسلسل الخاص بميثاق العمل الوطني في المملكة، نفتكر أن كان تقريبا يوم 22 نوفمبر في سنة 2000 أصدر سمو الشيخ حمد بن عيسى الخليفة أمر أميري رقم 36 لسنة 2000 بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني. راح نرجع بالذاكرة مع شدينا، في 23 أيضا من شهر يناير عام 2001 صدر أمر أميري رقم 8 لسنة 2001 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني. نفكر الناس تاني بيوم الخميس، كمان يوم الخميس 15 فبراير في 2001 كان إقبال كبير قوي من المواطنين وإقبال شديد على مراكز التصويت، وكان ده اليوم احتفال قومي بتشهده البلاد، وبدأ الشعب الحقيقة يبقى عنده تجاوب كبير جدا مع رغبة الملك في تطوير النظام السياسي للبحرين في استفتاء عام كان فيه حالة من النزاهة، كان فيه حسن تنظيم كمان أشادت به كافة طوائف الشعب وجميع دول العالم. وافق الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني بنسبة كبيرة جدا، كانت 98.4%، وتحولت البحرين إلى مملكة عندها برلمان قوي وبقى عندها جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية من أجل أن يكون شريك في العمل الوطني. بالتأكيد دينا، كان يوم تاريخي يسجل في ذاكرة نسبة الوطن. نسبة تصويت عالية فواز عندكم ما شاء الله، 98.4 يعني إجماع من شعب البحرين من الأمة البحرينية على هذا الميثاق، ميثاق العمل الوطني اللي أجمع للكل. دينا خلينا نشوف هذا التقرير اللي تكلم عن ميثاق العمل الوطني ومرور 17 عام على هذا الميثاق في البحرين. ميثاق العمل الوطني هو ثمرة بناء من الثقة عظيم، أقيم على أساس شعبي متين لم يثنه شيء عن التوقيع على وثيقة حب المليك وعشق الوطن. ميثاق جاء ركيزة مثلى استندت عليها مجمل التشريعات والقوانين المتعلقة بالعديد من المفاهيم العصرية التي تضمها الدولة الحديثة ولا تساوم على تجاهلها بشتى الظروف مكانيا وزمانيا. طبعا زي ما شفنا مع حضراتكم في التقرير اللي فات ده ان كان في يعني حشد وكان في اقبال كبير قوي على صناديق الاقتراع في الوقت ده على الميثاق، كان في سيدات كتير كمان نزلوا فواز للتصويت. بالتاكيد مشاركه نسائيه واسعه يعني في هذا التصويت على مشروع ميثاق العمل الوطني من جميع طوائف الشعب البحرين. صحيح، نسبه الميثاق دليل على ذلك، 98.4% نسبه كبيره، واكيد البحرين بتحتفل كل عام بهذا العيد وهذه المناسبه. وخلال الاسبوع اللي احنا فيه ده مملكه البحرين احتفلت بالذكرى 17 لميثاق العمل الوطني، وكانت احتفالية بحضور صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. تعالوا نشوف جزء من الاحتفالات واستقبال جلالة الملك للمهنئين في هذه المناسبة.
طبعا بعد 17 عام على التصويت لميثاق العمل الوطني، يحق للمواطن البحريني يفتخر بالإنجازات الكبيرة اللي تحققت على أرض المملكة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أيضا الثقافية والتنمية البشرية اللي أسس لها هذا الميثاق يدينا. وزي ما قلنا فواز، إن نسبة التصويت والإقبال من الشعب البحريني كانت نسبة كبيرة، وعشان كده مهم إن بعد 17 سنة نبدأ إن احنا نشوف ردود أفعال المواطن البحريني في ذكرى عيد الميثاق، ومدى شعور المواطنين بأهمية هذا الميثاق. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. اليوم احنا كوزارة التربية والتعليم منذ الصباح الباكر كان هناك نشاطا كبيرا داخل هذا المبنى، ومن حيث مشاركة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بشكل عام سواء كانت حكومية أو خاصة، وتكلل ذلك بمسيرة وطنية ساروا فيها أبنائنا الطلبة حاملين علم مملكة البحرين، يتزين أيضا بصورة جلالة الملك حفظه الله ورعاه التي رفعت وأيضا هي مرفوعة دائما وفي القلوب بإذن الله. فاليوم أيضا كان من ضمن الاحتفالات أني أكرم طالبتين تم ولادتهم في يوم التصويت على الميثاق، وأولياء أمورهم الكرام أطلقوا عليهما اسم ميثاق، فاليوم كرمناهم أيضا بهذه الذكرى الوطنية. وشهد الاحتفال الذي استمر من 9 صباحا وحتى 5 مساء العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة، ومنها كرنفال للسيارات التي تم إعدادها من قبل عدد من المدارس والجامعات، إضافة إلى مسيرة طلابية انطلقت من جامعة البحرين وصولا إلى صرح الميثاق، وبطولة لاختراق الضاحية، وبطولة لألعاب القوى لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبطولة في كرة القدم للمرحلة الثانوية، ومسابقات رياضية متنوعة للطلبة ذوي الإعاقة. أنا فخورة وايد إن أنا أول واحدة سموني ميثاق، وشعوري لا يوصف وأنا أحتفل اليوم بميثاق العمل الوطني. كما تضمنت الساحة الخارجية لصرح الميثاق العديد من الأركان الفنية والتراثية، ومنها ركن البحرين قديماً الذي استعرض من خلاله الطلبة جوانب من تراث البحرين من خلال عرض الأسواق الشعبية والحرف والألعاب والأزياء والأكلات الشعبية، وركن البحرين حديثا الذي قدمت من خلاله المدارس أبرز أنشطتها التربوية المنفذة ضمن مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وتم من خلاله استعراض عدد من إنجازات مركز رعاية الطلبة الموهوبين وإدارة التربية الخاصة، مع تقديم مشروعات علمية لعدد من طلبة الجامعات، إضافة إلى ركن العالم في وطني الذي استعرض من خلاله الطلبة فنون وعادات وتقاليد الشعوب، فضلا عن اشتمال الحفل على أنشطة للرسم وفعاليات موسيقية مسرحية. الحمد لله أن أهلي سموني ميثاق، وكلنا اليوم نحتفل بميثاق العمل الوطني، وأنا أحتفل بعيد ميلادي وياهم. أكيد مملكة البحرين بتفتكر بكل فخر واعتزاز ائتلاف أبناء الوطن كلهم في اليوم ده. الحقيقة هو يوم خالد في ذاكرة التاريخ على حب الوطن، على العمل على ازدهاره، تنمية كل حاجة موجودة في البحرين من خلال التصويت في يوم مشهود. اليوم ده كان بداية لنهضة شاملة في كل المجالات. الحقيقة يعني وأنا بشوف إيه موضوع ميثاق العمل الوطني، وإحنا في القاهرة لسه بنشوف ميثاق العمل الوطني، لقينا أنه هو فيه بنود كتير قوي وفي حاجات كتير قوي كانت بتساهم في نهضة البحرين، وأصبح القاعدة الأساسية لكل التغييرات السياسية اللي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي الزاهر. بالفعل دينا، يعني هو يوم التقت فيه إرادة الشعب والقائد، شعب وقائد يعني التقت فيه جميع هذه الإرادات في حلم واحد. صحيح. وميثاق وعهد واحد في فكرة واحدة وهو المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
دينا ما ودش تعرفين على بنود ميثاق العمل الوطني؟ عايزين أكيد نعرف كمان البنود دي بتحتوي على إيه، علشان لما بنتكلم على نسبة تصويت 98.4% صح؟ صح 98.4% يبقى لازم نعرف إيه هي بنود هذا الميثاق. يلا خلينا نشوف عيال أبرز ما نص عليه ميثاق العمل الوطني. طبعا دينا اعتقد العلاقات البحرينيه المصريه علاقات قويه وراسخه من عراقه التاريخ، علاقه ابديه زي ما كنا بنقول في الاول في المقدمه بتاعتنا. هي علاقه هو مش بس شعب واحد، هو فعلا اللي بيحصل في المملكه بيأثر علينا في مصر والعكس صحيح. لما المملكه هنا انتوا بتحتفلوا بالاعياد كان لازم ان احنا نشارك فيها، واكيد العكس بيحصل. حتى على مستوى جلاله الملك ورئيس عبد الفتاح السيسي في دايما زيارات متبادله فواز ما بين القاده. بالتاكيد الجميل جدا دينا، انا حضرت احتفاليه للعيد الوطني البحريني فين؟ في مصر. القاهره. مجموعه من اهل البحرين حبوا ان يحتفلون بالعيد الوطني البحريني في جمهورية مصر العربية، البعض احتفل في القاهرة والبعض احتفل في شرم الشيخ، واحتفالية وطنية أقيمت في المناطق الجميلة في مصر العروبة ومصر التاريخ ومصر الحضارة. احنا دايما بنبقى حريصين على الاحتفال بكل ما يخص مملكة البحرين، واكيد مملكة البحرين نفس الشيء. وزي ما كنا بنتكلم برضو زي ما قلت ان العلاقات المتبادلة او الزيارات المتبادلة مش فقط على المستوى الرئاسي ولكن كمان انا بتكلم على المستوى الشعبي، بتكلم على انتوا اكيد بتيجوا مصر بتكونوا سعداء بوجودكم، واحنا برضو لما بنيجي مملكة البحرين بيبقى نفس الشيء.
لما بنتكلم عن الأمن القومي العربي المصري البحريني، أنا بتكلم عن أمن دولة واحدة. يعني أنا أتذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه مقولة لما كان وقت زيارة جلالة الملك للقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن أمن البحرين وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر. فإحنا شعب واحد، أمن واحد، وزي ما قلنا فعلا مصير واحد. صحيح، يعني نقف صف واحد في محاربة الإرهاب، نقف صف واحد في حب البلدين، في حب يعني شعوب البلدين ما بين جمهورية مصر العربية والبحرين. أتذكر الزيارات الجميلة جدا للقيادة البحرينية لمصر العروبة دائما وأبدا. جمهورية مصر العربية تحتفل بأعيادها الوطنية كما نحتفل اليوم بذكرى ميثاق العمل الوطني. صحيح. مشاركة ليست على مستوى الشعب فقط، وإنما على مستوى القيادة السياسية لمملكة البحرين داخل جمهورية مصر العربية. صحيح، دي حقيقة، كلنا بنحتفل بأعياد البحرين، والبحرين أيضا بتحتفل بكل الأعياد المصرية. بالتأكيد. شوف التقرير ونرجع مرة ثانية دينا. قضايا عربية وإسلامية، تنسيق مشترك حيالها، تطابق في الرؤى، تاريخ عريق يلغي المسافة الجغرافية. فالبحرين ومصر بلدان سعى كل منهما للتقرب من الآخر بخطوات واثقة، تكاتفت أيديهما وتوحدت جهودهما من أجل أن تتقدم هذه العلاقات وتصبح اليوم نموذجا للعلاقات العربية. فمصر وقفت وساندت مملكة البحرين في كل ما من شأنه أن يحافظ على أمنها واستقرارها، حتى تركت تلك المواقف أثرا في تطوير هذه العلاقات وترسيخها. عمت الفرحة هالديرة، يوم أقبل طيب السيرة، غالين وأقبل على غالي، هذا أبو سلمان. كمان البحرين بتحتفل بخمسين سنة على الجيش البحريني، 50 سنة على تأسيس قوة دفاع البحرين. قوة دفاع البحرين اللي على مدى السنوات اللي فاتت ولغاية النهاردة وهي في تطور دائم في مختلف المجالات، طبعا بما يواكب ويتناسب مع التطور اللي تشهده الحياة والعلوم العسكرية في الإعداد القتالي العسكري والبدني، بالإضافة لاهتمام قيادة مملكة البحرين الحكيمة بتنمية قدرات الجيش الفكرية والعلمية اللي بتأهلهم للعمل في مختلف الظروف. بالتأكيد دينا، طبعا هذه الأمور أضافت لقوة دفاع البحرين العديد من الإنجازات الكبيرة، وعلى مدى سنين أصبحت قوة دفاع البحرين على درجة عالية من الجاهزية القتالية والكفاءة العسكرية. طبعا أضحت مثالا يحتذى به ونموذجا في تفعيل قيم الانضباط والإدارة والنزاهة
وحققت نمو بارز في مختلف أسلحتها البرية والجوية وأيضاً البحرية، وكانت على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمن الوطن وسلامته والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام. صحيح، نشوف بقى مع مشاهدينا ونطلع كده نشوف تقرير بمناسبة مرور 50 سنة على جيش الدفاع البحرين وكلمة جلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نعرب عن عظيم فخرنا واعتزازنا بجهود قوة دفاع البحرين ورجالها البواسل، وهم يؤدون واجبهم الوطني، كما نعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا لمنتسبي الحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لما يقدمونه من جهود مخلصة في حفظ أمن الوطن واستقراره. عملياتهم خاطفة ولكل مهمة صعبة هم جاهزون. وعند الشدائد يلبون النداء. الآن فاروق، هل استلمت نجف؟ لا يعيقها ليل أو سكون. طبعاً المؤسسة العسكرية البحرينية حققت أهدافها وكانت الحصن البنيع والدرع الواقي للوطن والمواطن. تعالوا نشوف مع حضراتكم احتفال المملكة بمرور 50 سنة على تأسيس قوة دفاع البحرين. إقدام مشهود وعزيمة كبيرة يتحلى بها رجال لا يثنيهم صعب ولا يقعدهم أنين، حماة الوطن، حماة الدين، أبطال القوة الخاصة الملكية، جنود
ناصروا وطنهم وانتصر بهم. تاريخهم حافل في كسب الإنجازات وتحقيق طموحات القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في الذود عن مصالح الوطن بكل قوة وشجاعة واحترافية. الخامس من فبراير الذي تحتفل به قوة دفاع البحرين في كل عام يحمل الكثير من المعاني. إنها المناسبة العظيمة التي تحقق فيها طموح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى بوجود قوة تذود عن الوطن وتحمي أمنه وأهله وازدهاره. ومن هنا يحق لنا على هذه الأرض الطيبة أن نفتخر بما حققته قوة الدفاع من إنجازات كبيرة ومتواصلة في تجهيز وتدريب قواتها البرية والبحرية والجوية. منتسبو القوة الخاصة الملكية يمتازون بما يتلقونه من تدريبات نوعية وتمارين احترافية على أيدي أمهر الرجالات العسكرية والمدارس العلمية والعملية ليكونوا كما يعهدهم أبناء البحرين جندا يحفظون ما عاهدوا الله عليه صون الدين والوطن والمليك. ونحن في القوات الخاصة يحق لنا أن نفخر بما حققته القوات الخاصة من إنجازات كبيرة ومتواصلة في تجهيز قواتنا في كل الميادين. وقد قامت القوات الخاصة بإشراف وإسناد من القيادة العامة في قوة دفاع البحرين على تطوير كفاءات ضباط وأفراد القوات الخاصة وتسليحهم بأفضل الأسلحة تطورا وتأثيرا من خلال التمارين الاحترافية المشتركة والتدريبات المستمرة والمتطورة. ونحن كما نجدد عهدنا ولائنا لقيادتنا الرشيدة في الاستمرار بالدفاع عن وطننا ومكتسباته ومصالحه داخل وخارج البحرين. هذه المناسبة التي لها مكانتها العزيزة في نفوسنا جميعا وفي نفوس كافة المواطنين المخلصين لدرعها الأمين والحصين الذي تمثل بالفداء والعطاء على ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين 50 عاما تحت راية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. مشاركات محلية ودولية وتمارين حية تهدف إلى الحفاظ على الجاهزية العالية التي يتمتع بها منتسبو قوة دفاع البحرين، وذلك نتيجة لتطوير الأجهزة والأسلحة المستخدمة وتوطين الخبرات والمهارات ورفع كفاءة ضباط وأفراد القوة. لما جيت مملكة البحرين لقيت إن في يوم كان الأسبوع اللي فات تحديدا، اليوم ده الموظفين اللي بيشتغلوا في الدوائر الحكومية وفي أغلب يعني الأنشطة المختلفة الخاصة بالحكومة بيطلعوا نص يوم. ولما سألت النص يوم ده كان سببه إيه، اكتشفت إن النص يوم ده سببه ممارسة الرياضة، إن هم بيطلعوا بدري من الدوام أو من العمل علشان ممارسة الرياضة. في يوم رياضي بحريني بيبقى يوم في كل سنة بتحتفل به البحرين. السبب في اليوم ده هو الاجتماع الأخير اللي تم عقده في الرياض لدول مجلس التعاون الخليجي، تم اعتماد يوم رياضي في الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل سنة، وده لكافة دول مجلس التعاون الخليجي. والحقيقة إن الموضوع ده حظى بمباركة وموافقة من صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. نص يوم بتطلعوا فيه عشان ممارسة الرياضة، دليل كبير على اهتمام البحرين بالرياضة وأهمية الرياضة. فواز، جميل جدا هذا اليوم الرياضي اللي حظى بموافقة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وبدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد. هذا اليوم يا دينا الكل يشارك فيه، نساء رجال صغار سن كبار سن، الجميل أكثر ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون في هذا اليوم، يعني عبر مشاركة كافة فئات المجتمع في يوم رياضي. اللي مارس رياضة المشي، اللي مارس رياضة الجري، اللي مارس رياضة كرة الطائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة قدم، أنواع متنوعة من الرياضة موجودة تلبي كل طموحات الموجودين. العنصر النسائي دينا مشارك وبقوة طبعا، نساء الوطن العربي بالضبط يعني بالضبط بياخدوا الصدارة في كل شيء. عاد احنا في البحرين عندنا بطلات في مختلف اللعبات الرياضية طبعاً يدينا طبعا اكيد.
طبعا شارك في هذا اليوم الرياضي من مختلف مناطق ومحافظات مملكة البحرين. طبعا ودنا نشوف هذه فعاليات اليوم الرياضي، ودنا دينا أيضا والجمهور المصري يشوف ويتعرف على اليوم الرياضي في مملكة البحرين. نشوف التقرير. احنا نوجه الشكر حق صاحب السمو رئيس الوزراء وسمو الشيخ ناصر على رعايتهم هذا اليوم وتحديد هذا اليوم الرياضي، لان فعلا احنا نحتاج للرياضه، وهذه اساس مثل ما قلت للصحه، وايضا عطاءنا يزيد لما تكون صحتنا موجوده. الفعاليات اللي تم تنفيذها بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس على الشباب والرياضة، مما لا شك فيه ان هالفعاليات نظمت شؤون البيديات بالاضافه لاهدافها الرياضيه والصحيه، تنمي التواصل المجتمعي، تعطي فرصه للاطلاع على افضل الممارسات الرياضيه والصحيه. أنا جاي أشارك مع الإخوان في البلدية لنشر الوعي عن طريق المشاركة، ونتمنى نجاح هذه الفعالية ونتمنى استمرارها على طول إن شاء الله. كمان البحرين بتحتفل بالمحرر عاصمة للثقافة الإسلامية، هي واحدة من محافظات مملكة البحرين الأربعة، وهي من أهم المحافظات البحرينية من حيث السكن والسياحة والتاريخ، وكمان موجود فيها مواقع أثرية وتاريخية. حازت مؤخرا على لقب عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2018. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة منحتها هذا اللقب نتيجة أعراق التاريخ هذه المدينة، ونتيجة للإرث الإنساني واللي بتتضمنه الحقيقة من مقومات حضارية متميزة. بالفعل دينا، المحرق تلك المدينة التي أطلق عليها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أم المدن والمدرسة الوطنية، تقديرا لدورها الرائد بين مدن البحرين في نشر العلوم والمعرفة، حيث كانت أحد أهم روافد الثقافة في الخليج والعالم العربي، واشتهرت اهتمامها بالثقافة والعلوم، واشتهرت أيضا بفرادة نسيجها العمراني وتراثها المتميز. يدينا تعالوا نشوف التقرير ده، تقرير الحقيقة بيتكلم عن هذه المدينة، نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مدينة خلقت للبحر يحيط بطيبة سكانها، أغاني صغها البحر وهو يندفع نحو البيوت التي بعمارتها صممت هوية لها، تاريخ وتراث بنيت عليه، قلعة بوماهر، بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، مسجد سيادي، عمارة بن مطر، سوق القيصرية والكثير. مدينة سبقة بالتعليم،
نهضت بأول مدرسة نظامية في تاريخ البحرين، مدرسة الهداية الخليفية. طريق حفر بتاريخ اللؤلؤ واعتمد كموقع للتراث العالمي. المدينة الملهمة، المدينة الولاذة بالفنانين والشعراء الذين تغنوا بها. أحياء مفتوحة على بعضها مثل قلوب الإخوة. أزقة ضيقة تجمع كل هذه القلوب في مدينة واحدة، في المحرق، عاصمة للحب. الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار كان ليها دور كبير الحقيقة في إثراء الساحة الثقافية وإعلان كمان فعاليات المحرك عاصمة للثقافة الإسلامية. النهاردة إحنا عملنا لقاء مع حصري الحقيقة لينا من خلال هذا يعني البث المشترك مع معالي الشيخة مي. تعالوا نشوف التقرير ده ونشوف قالت لنا إيه ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. احتفلنا هذا العام بالمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية في 28 يناير برعاية سامية من جلالة الملك المفدى. تم إطلاق هذا البرنامج المتكامل على مدى عام كامل والذي يركز على معالم أساسية. لماذا اختيرت المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية؟ لمعالمها، لتراثها، لما ميز تاريخها من صناعات، من حرف، من بدايات أولى. كلنا حين نتكلم عن المحرق نتحدث عن ثاني موقع أدرج في قائمة التراث الإنساني العالمي وهو طريق اللؤلؤ، عبارة عن متحف مفتوح يحكي قصة هذه الصناعة التي كانت عماداً للحياة الاقتصادية في البحرين. وأيضاً حين نتكلم عن البداية الأولى نتكلم عن الهداية الخليفية، المدرسة الأولى النظامية في تاريخ المملكة. طبعاً سبقتها بعض المدارس ولكنها ليست مدارس أهلية، سبقتها مدرسة الإرسالية الأمريكية، ولكن في المحرق البداية الأولى المدرسة الوطنية الهداية الخليفية والتي نحتفل في العام القادم بمئويتها. ونحن في الثقافة نحضر لهذه الاحتفالية بكل فرح وبكل تقدير لهذه المناسبة الغالية على قلوب البحرينيين. المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية تستضيف الكثير من المعارض. بدأنا المعارض الفنية بمعرض مجموعة الآثار الإسلامية من دار الآثار الإسلامية، مجموعة الشيخ ناصر الصباح التي يستضيفها متحف البحرين الوطني. ولو عددنا المعارض التي نستضيفها هذا العام كثيرة، وهي دعوة لكل من يتابع أنشطتنا لكي يحضر ولكي يتابع ما يدور في الشأن الثقافي. هذا العام بالتحديد والمحرق عاصمة للثقافة الإسلامية تستضيف المملكة مؤتمراً عالمياً هو فرصة للترويج لها، لتراثها، لآثارها، لكل ما يميزها. انعقاد لجنة التراث العالمي في مملكة البحرين من 24 يونيو وحتى 4 جولاي هو حدث استثنائي ننتظره ونرتب له، وهي فرصة لا تتكرر للترويج لهذه المملكة الغالية، لكي نقول أن لدينا ما يميزنا، أن هويتنا وتراثنا ومواقعنا الأثرية هي الثروة التي نعول عليها للترويج لوطننا الجميل. احتفلنا في بداية العام بإطلاق برامج عاصمة الثقافة الإسلامية في يناير، وفي 28 نوفمبر من هذا العام يفتتح أكبر مشروع في طريق اللؤلؤ، هو مركز الزوار الذي يحظى برعاية سامية من جلالة الملك ويستضيف كل وزراء الثقافة العرب ومن الدول الإسلامية الذين سيشاركون في مؤتمر ينعقد في 29 نوفمبر القادم. هذا المركز المميز سيحوي قصة هذا المسار التاريخي وهذه الصناعة التاريخية. تصميم هذا المبنى جاء بمواصفات عالمية وحققه مهندس معماري سويسري. نحن نسعى دائما أن يكون المعمار متميزا، تجده في المكتبة الخليفية، تجده في مسرح البحرين الوطني، في المتاحف التي تم تصميمها في الفترة الأخيرة كمتاحف لمواقع أثرية.
دائما نقول أن العمارة هي لغة الحضارة، وفي هذا المبنى سيتجسد هذا المعنى كمعمار وكتاريخ وكفرصة لكي نقول أن لدينا الكثير يستحق منا أن نبرزه وأن يكون له حضور في هذه المملكة الغالية لكي تعرف بأجمل ما تملكه ولكي تستقطب سياحة ثقافية مميزة وتسعى في الآن ذاته لتنمية مستدامة. مملكة البحرين في مشاركتها عبر سواء إكسبو ميلان أو الذي حازت فيه على جائزة متميزة في المعمار، وتم نقل هذا الجناح بالكامل إلى مملكة البحرين وإلى المحرق بالتحديد لكي يكون متنفسا للأهالي وحديقة دائمة. تشهدنا في مشاركتنا في ميلان حظينا بجائزة المعمار وركزنا على الاستدامة وركزنا على ما تملكه البحرين من ثروة زراعية أو نباتات تميزها. أيضا فرصة الترويج للعالم للبحرين فرصة جميلة تتحقق قريبا في إكسبو 2020 في دبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تستضيف إحدى المدن الخليجية هذا الحدث الهام، وهو فرصة كبيرة لكي نستثمرها ونجلب المهتمين بالسياحة النوعية إلى بحريننا. خلينا نبدأ مع حضراتكم فقرتنا الحوارية الخاصة بهذا اليوم الخاص للاحتفال بالاحتفالات الوطنية للبحرين، وجايز أول فقرة حوارية حنتكلم فيها بشكل مفصل أكتر على الميثاق الوطني اللي حقق إنجازات متعددة ومختلفة. خلينا نبدأ فقرتنا الحوارية مع ضيفنا الأستاذ المحامي فريد غازي عضو مجلس النواب سابقا. برحب بحضرتك أستاذ فريد وأهلا بيك. أهلا بيك وأهلا الشعب العربي من البحرين إلى قاهرة المعز لدين الله.
اهلا بيك ومنورنا. وجايز بنبدا مع حضرتك اول سؤال، عايزين نعرف المشاهد الاول جايز كمان عشان احنا يعني مشاهدين البحرين ومشاهدين ايضا القاهره، عايزين نعرفهم اكتر بهذا الميثاق المهم جدا اللي اتكلمنا عنه جايز في البدايه وعرضنا بعض التقارير، بس مهم برضو نعرف من حضرتك. اتفضل. ميثاق العمل الوطني في البحرين حقيقه تم اقراره والتصويت عليه في 14 فبراير من عام 2001، واستمد قوته من توافق الإرادة الملكية في مملكة البحرين بالإضافة إلى الإرادة الشعبية بالتصويت على ميثاق العمل الوطني. ميثاق العمل الوطني بصدور الأمر الملكي بتشكيل اللجنة الخاصة التي صاغت، وهي لجنة وطنية مكونة من نخبة من المثقفين والأكاديميين وممثلي الهيئات والمجتمع المدني، 44 عضو صاغوا ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين، وسلم في رمضان من عام 2000 لجلالة الملك حفظه الله، وقد سماه وثيقة رمضان ميثاق العمل الوطني نظرا للأبعاد الإسلامية لهذا الميثاق ولما جاء فيه من نظام سياسي وبرلماني جديد، بالإضافة إلى تطرق إلى الكثير من الحقوق والنواحي الاجتماعية والاقتصادية حقيقة. وميثاق العمل الوطني تم التصويت عليه في 14 فبراير من عام 2001، وبعد ذلك تمت التعديلات الدستورية استنادا لما جاء من مبادئ في ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين. وبالمناسبة بأن جمهورية مصر العربية لديها ميثاق العمل الوطني لعام 1962، وهنالك ميثاق عمل وطني في جمهورية مصر الحبيبة حقيقة احتوى العديد من المبادئ، وميثاق العمل البحريني قد أشار كما أشار لوثيقة الحقوق الأمريكية وميثاق العمل في الجزائر، وأشار إلى ميثاق العمل في جمهورية مصر العربية. صحيح. حقيقة أستاذ فريد، يعني لو بنتكلم أكثر عن ميثاق العمل الوطني بالتأكيد راح نوضح في مقومات ويعني إيجابيات ميثاق العمل الوطني اللي انعكس بالتأكيد بشكل إيجابي على حياة المواطن. لو نعرف جمهورنا اليوم ومتابعينا من جمهورية مصر العربية على ميثاق العمل الوطني، كيف انعكس إيجابنا على أهالي البحرين وعلى المواطنين والمقيمين كذلك بشكل عام؟ ميثاق العمل الوطني هو رؤية من جلالة الملك حفظه الله في مملكة البحرين، بالإضافة إلى رؤية شعبية. أراد جلالته حفظه الله أن تبدأ الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمنهج يتفق عليه الجميع في مملكة البحرين، فتم صياغة وإقرار ميثاق العمل الوطني، وبناء على المبادئ في شكل الحكم في مملكة البحرين والحياة النيابية، بالإضافة إلى الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى ما تطرق له في للعلاقات الخليجية والعربية، أن يصاغ بعد ذلك دستور بناء على هذه المبادئ. ودستور مملكة البحرين التعديلات التي جاءت في 14 فبراير من عام 2002 احتوى على الأسس والمبادئ التي جاء فيها ميثاق العمل الوطني اللي ارتضيناه في مملكة البحرين. وأيضا المذكرة التفسيرية حقيقة لدستور مملكة البحرين، سواء كان المذكرة التي صدرت في دستور التعديلات الدستورية في 2002 أو المذكرة التفسيرية التي صدرت للتعديلات الدستورية في 2012، قد أشارت إلى مبادئ ميثاق العمل الوطني. صحيح. وأن أي عمل مستقبلي في البحرين، عمل دستوري، يجب أن أو قانوني، يستند إلى المبادئ التي وردت في ميثاق العمل الوطني. لذلك ميثاق العمل الوطني هو الأساس الذي احتوى على الكثير من الحقوق اللي تبنى عليها الدول الحديثة، وهو ما حدث في ميثاق العمل الوطني. أستاذ فريد، لو حكلم حضرتك عن فكرة 98.4% نسبة التصويت، يعني معنى كده أن المواطنين كانوا فعلا محتاجين لهذا الميثاق، النسبة دي بتدل على أي أستاذ فريد؟ إجماع وطني. إجماع وطني. إجماع المواطن البحريني وإقباله على صناديق الانتخابات بتدل على احتياج الشعب البحريني في التوقيت ده لإيه؟
إلى أن يكون متغير سياسي. طبعا إحنا البحرين خاضت الكثير من المتغيرات السياسية حتى في الفترة التسعينات قبل تولي جلالة الملك حفظه الله في 1999 كان هنالك متغيرات كثيرة. الميثاق ليس فقط متغير سياسي وإنما اجتماعي واقتصادي، وهذا ما حدث في مملكة البحرين. حتى البحرين يعني في الفترة الأخيرة وبعد إقرار ميثاق العام الوطني اختلف الأداء الاقتصادي فيها بشكل كبير، مما ارتفع فيه الناتج المحلي في مملكة البحرين، وتنوع هيكلة الاقتصاد تغيرت بسبب مبادئ ميثاق العام الوطني والرؤية الجديدة التي أولاها جلالة الملك الملف لسمو ولي العهد حفظهم الله. فبالتالي النسبة اللي حضرتك تفضلتي بها هي إجماع وطني ويمثل بيعة جديدة أعطيت لجلالة الملك لكي نبدأ جميعا بتوافق وطني. فهذه نسبة ليست ببسيطة، وكانت مفاجئة وكانت غير متوقعة بالشكل الكبير اللي احنا شهدناه في 2000. هذه نسبة لما ارتضيناه، يعني قد نختلف في المستقبل على مسألة ما في ناحية ما قانونية سياسية اجتماعية اقتصادية، ولكن لا نختلف على هذه النسبة التي أقرت ميثاق العمل الوطني. صحيح، المرجع هو الدستور وهو ميثاق العمل الوطني بالتأكيد. لو راح نتكلم عن السلطة التشريعية بمجلسيها النيابي والشورى، هل حقق المجلسين يعني النجاح المرجو منه من خلال عدد من الأعوام من 2001 اليوم أو من 2002 منذ انتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين؟ شوف، المسيرة النيابية في مملكة البحرين حديثة. صحيح حقيقة، وأعتقد بأن الإنجازات كثيرة، ولكن ما اعترضت بعض الصعاب. هذه المسيرة قد تعطينا فسحة أن نراجع التجربة كل فصل تشريعي من الفصول الخمسة الآن اللي راح تمضي قريبا. فهذه الفصول التشريعية أنجزت قوانين يعني لا تتسع، مهمة جدا على الصعيد الوطني على كل النواحي، تناولت كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأثرت في حياة المواطن البحريني. نعم. ما أنتجته السلطة التشريعية بتوافق مع السلطة التنفيذية بمراقبة السلطة القضائية. لكن أستطيع أن أقول بأن التجربة البلدية بنفس التوازي، وهنالك متغيرات قادمة كأن تحول المجلس البلدي في العاصمة إلى أمانة عامة. إذن هنالك متغيرات وهنالك أفكار جديدة طبعا احنا نخاطب بالامكان الاضافه بالامكان التغيير بالامكان طبعا بما ان احنا نخاطب معنا الجمهور المصري. يعني عندما اتكلم عن المجالس البلديه اتكلم عن مجالس الحكم المحلي في جمهوريه مصر العربيه، وهذا ما يطلق عليها هنا. نعم. اسمح لنا ان احنا بس ناخذ مداخله تليفونيه في نفس الموضوع. معنا على الهاتف للحديث عن نفس الموضوع الدكتور عبد العزيز ابل، عضو مجلس الشورى البحريني. مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك. مساء الخير والسرور، واهلا وسهلا ببصر. كل سنة وحضرتك بخير وكل شعب البحرين بألف خير وسلام دايما، وعيد ميثاق إن شاء الله كل سنة تحتفلوا به بسلام وأمن. خليني أسأل حضرتك في البداية، بعد 17 سنة من التصويت على ميثاق العمل الوطني، هل نقدر نقول إن هذا الميثاق أحدث نقلة؟ يعني ممكن مثلا الفترة اللي هي قبل الميثاق كانت بتختلف عما بعد؟ يعني في الحقيقة لابد من القول بأن يعني ميثاق العمل الوطني يحدث نقلة نوعية متميزة سواء في المناخ السياسي في البحرين أو حتى على مستوى العمل السياسي ككل. وسمعت أخي وزميلي فريد غازي يتحدث عن تجربة المجلسين، وإن شاء الله سأضيف لهذا الموضوع. أعتقد أنه إحنا يعني أنتم يمكن في مصر ما عندكم أو ما متابعين الوضع بالضبط في البحرين. إحنا قبل مجيء جلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه كان الوضع يختلف، كنا محكومين بقوانين صارمة فيما يتعلق بحرية التعبير والحريات العامة وبشكل عام حركة المجتمع المدني وما شابه. بعد مجيء جلالة الملك وتسلمها القيادة والحكم بالميثاق وأيضا بتوجهات جلالة الملك، كان في رؤية استراتيجية نقلت البحرين من الوضع المقيد للحريات إلى وضع أطلق الحريات
وفتح الآفاق واسعة لممارسة العمل السياسي طبعا القانوني والسلمي اللي يفترض هذا الدستور. وبعدين أيضا يعني أشاع مناخ واسع من المطالبة بالحقوق وإرساء الحقوق. ولذلك يعني أول مسألة أشار إليها أو الحقيقة تفضل بها جلالة الملك هي إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، وهذا معيار مهم جدا في النظر إلى المتحول والمتغير الذي حدث من قبل وبعد. أكيد. إضافة إلى هذا أنه أيضا جلالة الملك أعاد صياغة النظام السياسي في البحرين، وأسس مثل ما تفضل زميلي فريد غازي نظام المجلسين وأيضا المحكمة الدستورية وأيضا تطوير القضاء وما شابه، وأيضا العديد من يعني الخطوات المتقدمة جدا على يعني حتى المحيط الخليجي أو أيضا في الوطن العربي. تمام أستاذ عبد العزيز، طبعا يعني قبل بس ما أبدأ في السؤال الثاني، إحنا طبعا متابعين من مصر ما يحدث في مملكة البحرين، لو حضرتك يعني كنت معنا من بداية الحلقة، إحنا دايما بنتكلم عن شعب واحد، فأكيد متابعين لما يحدث داخل البحرين بلد عزيزة على قلوب المصريين. خليني أسأل حضرتك عن التحولات السياسية قبل وبعد ميثاق العمل البحرين. يعني أبرز التحولات السياسية في النظام السياسي، كان النظام السياسي يقوم على نظام المجلس التشريعي الواحد واحد. الميثاق أسس لنظام المجلسين، ونظام المجلسين طبعا يعني يؤمن حالة استقرار أفضل للعمل البرلماني، وأيضا يعني يؤسس لتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأيضا يعني مما كما تفضل يعني اخوي غازي ان السلطه القضائيه بدات الان يعني اولا على ثلاث مستويات وفي محكمه دستوريه، وبالتالي اصبحت الحقوق والحريات في توازن مناسب جدا، وعمل تراكمي يعني يمشي نحو المستقبل برؤيه استراتيجيه وليس فقط انيه وممكن. فاذا الحفاظ على الاستقرار والعمل التراكمي من خلال يعني تعزيز دور السلطات جميعها وتكريس الفصل بين السلطات مع تعاونها الآن يتبدأ بشكل واضح في البحرين. أكيد. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد العزيز إبل، عضو مجلس الشورى البحريني، كل الشكر لحضرتك. نعم، ركز الدكتور عبد العزيز إبل على العديد من المحاور في هذا الجانب من خلال مداخلة الزميلة دينا، ولكن الشراكة المجتمعية هو ما ركز عليه أيضا ميثاق العمل الوطني، فهل وصلنا إلى شراكة وطنية حقة في مشروع ميثاق العمل الوطني اليوم بعد تلك بعد كل تلك السنوات؟ طبعا طبعا المشاركة الشعبية موجودة في التصويت النيابي. صحيح. المشاركة الشعبية من خلال المجتمع المدني واضحة وبارزة للعيان. بلا شك. المشاركة الشعبية من خلال الشراكة في مجال نقدر نقول أعمال وزارة الداخلية في مملكة البحرين، شرطة المجتمع ما تم استحداثه ومسؤولية المواطنين مع رجال الأمن لمنع الجريمة في مملكة البحرين، التعاون اللي صاير بين السلطات في مملكة البحرين، كل ذلك أدى إلى شراكة بتناغم جميل في مملكة. صحيح. البحرين ومريح في نفس الوقت. طبعا طبعا يعني لذلك وهذا من بعد يعني فضل الله سبحانه وتعالى ورؤية جلالة الملك والتوافق الشعبي، كله يرجع إلى ميثاق العمل الوطني، هو الأساس، هو الأساس القانوني اللي بنينا عليه جملة من التشريعات في مملكة البحرين، الآن نسعى إلى تحديثها وتطويرها لتتواكب مع المتغيرات القادمة. أستاذ فريد، لو تكلمنا عن فكرة تمكين المرأة في البحرين، جايز التصويت اللي احنا بنتكلم عليه نسبة 98.4% كان جزء كبير منه من يعني النساء البحرينيات، فيعني أكيد دعمنا للمرأة، فخليني أسأل حضرتك يعني مدى بقى تمكين المرأة البحرينية بعد هذا الميثاق؟ دلوقتي احنا بنشوف المرأة البحرينية في كل المجالات، بنشوفها ضابطة، بنشوفها معلمة، بنشوفها يعني في أماكن كتير، وزيرة، فممكن سفيرة. تكلمنا أكتر سفيرة عن فكرة تمكين المرأة البحرينية بعد الميثاق الوطني؟ لو بحثتي متى بدأ تمكين المرأة في مملكة البحرين راح تلاحظين بأن من بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، لأن دستور 73 واللائحة الداخلية كانت تمنع الترشح والتصويت للمرأة في دستور 73، أما بما جاء في ميثاق العمل الوطني فجعل الرجل والمرأة متساويان في موضوع الترشيح والتصويت للمجلس النيابي وأيضا للبلدي. ولاحظنا بأن بعد التجربة الأولى دخلوا نائبات بالتصويت المباشر في الحياة النيابية، ودخلوا في المجالس البلدية أيضا عن طريق الانتخاب،
ولاحظنا بأن المرأة أخذت بعد 2000 أصبحت الوزيرة وأصبحت السفيرة وأصبحت في المراكز القيادية في مملكة البحرين. فعلا المرأة اليوم تخوض في جميع المجالات، وهي دائما في البحرين طبعا تاريخيا عنصر مهم. نحن في البحرين لم نستغني عن المرأة، بل هي قادة المجتمع وقادة المجتمع المدني وقادة الرجل في كافة نواحي الحياة في مملكة البحرين. ولكن بعد ميثاق أخذت وضعها القانوني الصحيح، فأصبح المهندسات والمحاميات وكل والطبيبات اللي أخذوا مراكزهم ووضعهم الآن، وأصبح اليوم المرأة الخليجية ليس فقط البحرينية، يعني البحر الخليجية والبحرينية اليوم أصبح لهم مكانة مختلفة تماما، خصوصا في البحرين، لأن العمق الثقافي للمرأة البحرينية وما خاضته من نضال كثير من أجل نيل حقوقها، وطبعا كل ذلك أتى بتوافق إرادة ملكية وأيضا بجهود الأميرة سبيكة بنت إبراهيم حفظها الله، التي أسست للمجلس الأعلى للمرأة، واللي أقام بإنجازات يعني أعمال وأفعال مجلس المرأة في مملكة البحرين، ساهم إلى حد كبير في دعم المرأة، دعمها في نيل حقوقها يعني في كافة النواحي، ولعل أبرز المرأة في العديد من المجالات أبرز الحقوق إحنا في البحرين طبعا مش زي مصر، يعني بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية طبعا في مصر من عام 1919 وتطور قانون الأحوال الشخصية إلى سنة 77، إحنا في البحرين لم يقر قانون للأحوال الشخصية إلا مؤخرا، وكان الأول في شقة السني، والآن أصبح في شقيه، يعني يخدم كل الحياة الأسرية في مملكة البحرين. نستطيع أن نقول بأن إقرار السلطة التشريعية لقانون للأحوال الشخصية في مملكة البحرين بشقي من أعظم إنجازات السلطة التشريعية، استقرت أنا كمحامي سنين في مملكة البحرين لم أشهد هذا الاستقرار داخل الحياة الأسرية في مملكة البحرين إلا بعد أن تم إقرار قوانين تحمي الأسرة وتحفظها مقننة وفقا للشريعة الإسلامية. بلا شك. أيضا نتحدث عن جانب حرية التعبير أيضا والحياة البرلمانية والديمقراطية، برأيك حرية التعبير وكذلك الشفافية في الطرح هي مصانة من خلال ميثاق العمل الوطني والدستور؟ نص على مبدأ بأن حرية التعبير مكفولة ميثاق العمل الوطني، حرية التعبير، حرية العقيدة والاعتقاد، الحريات الدينية منصوص عليها، طبعا منصوص عليها في دستور 73 صحيح. وأيضا الحياة العامة والعادات والتقاليد تحفظ هذه الحريات في مملكة البحرين، ولكن أطرها القانون في دستور 73 وتبلورت بشكل أكبر في ميثاق العمل الوطني وفي التعديلات الدستورية تنص على حرية التعبير. شاهدنا من خلال تنوع الصحف المحلية والعديد من الأصدارات الإعلامية في هذا المجال. طبعا الحرية المسؤولة التي تكون في إطار القانون وتحفظ حرية الآخرين صحيح. وتنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين، هذه المبادئ اللي تعلمناها من ميثاق العمل الوطني صحيح. علمنا ميثاق العمل الوطني، طبعا معلمنا الأول هو ديننا الإسلامي الحنيف صحيح. وعاداتنا وتقاليدنا، احنا عاداتنا وتقاليدنا علمتنا احترام الإنسان، يعني لم يأتي الاحترام والحقوق وليد ميثاق العمل الوطني، بل من يعني من أجيال توارثناها، ولكن أطرناها في إطار قانوني توافقا مع ما نصت عليه المواثيق الدولية من حقوق الإنسان، كما التزمت به مملكة البحرين من العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية وأيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي احترمتها مملكة البحرين ووقعتها في عام 2005 و2006. خليني أسأل حضرتك أستاذ فريد كمان عن الجوانب الأخرى اللي اهتم بيها ميثاق العمل الوطني في البحرين بعيدا عن الجوانب السياسية، يعني أكلم عن الجوانب الأسرية الاجتماعية حقوق الإنسان، كل ده تم إزاي وتغير بعد ميثاق العمل الوطني؟ كرجل قانون طبعا أعرف بأن أي أساس اللي ابتدأنا في مملكة البحرين، لو لاحظنا بأن الاتفاقيات اللي ذكرتها تم
التصديق عليها في مملكة البحرين، وهي اتفاقيات دولية من عام 65 و66 من القرن الماضي التزمت بها البحرين بعد ميثاق العمل الوطني. البحرين التزمت بتسع اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان من الطفل وكافة إلى المرأة، إلى تمكين المرأة، إلى اتفاقية السيداو. فالعديد من الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان احترمتها مملكة البحرين أكثر بعد توقيع ميثاق العمل الوطني. ميثاق العمل الوطني شكل نوعة في احترام الحقوق والحريات في مملكة البحرين. أيضا أي حرية موجودة حاليا هي لازم أن يكون لها إطار قانوني، فلذلك جاءت التشريعات. يعني أيضا القوانين التي احترمت الفئات السنية، ذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة، الطفل. عندنا قانون للطفل عام 2012، قانون الطفل الأخير اللي أطر كيفية احترام الطفولة وحماية حقوق الطفولة في مملكة البحرين، من أجمل إنجازات السلطة التشريعية. صحيح. لذلك صحيح. إحنا أثناء الحديث لو بنتحدث عن الإنجازات التشريعية التي حدثت في خلال الـ 17 أو نقدر نقول الـ 15 سنة الماضية، تناولت الجانب الاجتماعي اللي حضرتك تفضلتي به، واعتنت بالمرأة بشكل خاص. يعني المرأة لو تحدثنا عنها راح نتحدث عن حقوقها الشرعية، حقوقها في السكن، حقوقها في الحياة الأسرية الآمنة. كل ذلك تشريعات متنوعة في مملكة البحرين حفظت حقها في العمل، حقها في السكن كانت أحد الأمور المؤرقة للمرأة في مملكة البحرين. يعني اليوم تغيرت. يعني احنا كان عندنا في يوم من الأيام كانت المرأة وهي تصل إلى منصب كبير لا تستطيع أن تستخرج يعني فيزا لعاملة أو لشيء. صحيح. الآن تغيرت الأمور. صحيح. المرأة التي ليس لديها يعني لم تتزوج كان صعب أنها تحصل على سكن في مملكة البحرين، وإن كان لديها عائلة. الآن أصبحت تشريعات تحمي المرأة العزباء في مملكة البحرين ولها حقها حال الرجل. فإذا عندنا تنظيم متغير بالنسبة للمرأة إذا تحدثنا. فالمرأة أخذت الكثير من الحقوق. صحيح. أستطيع أن أقول ويكفي أن المرأة تستطيع أن تطلق نفسها وفقا للشريعة الإسلامية. أنا شوف دينا وايد مركزة على المرأة، لذلك السؤال القادم ربما يكون بجانب المرأة. دينا يعني التجربة البرلمانية في البحرين نتحدث عن 2002 إلى اليوم 2018، وإحنا على اعتاب انتخابات مقبلة في دورة برلمانية جديدة. يعني المرأة وصلت لكرسي البرلمان، لمقعد في البرلمان باحترام الناخبين وبتصويت الناخبين لها وبثقة الناخبين لها. نتحدث عن المرأة من جانب، ونتحدث عن ما تم إنجازه من خلال مجلس النواب من 2002 إلى 2018 كتجربة ديمقراطية وبرلمانية. والله شوف أنا بقول لك عن تجربة شخصية. أنا كنت في مجلس النواب من عام 2002 إلى 2006 في التجربة الأولى. صحيح. والمجلس مجلس النواب كان يخلو من المرأة. كان يخلو في ذاك الوقت. في ذاك الوقت من المرأة. كان لها حق لها لكن لم تفوز. يعني دخلت ولم تفوز في الانتخابات وبعد ذلك فازت. هذه الفترة عندما لم تكن المرأة داخل المجلس افتقدنا حس المرأة في احنا مشرعين. صحيح. التشريع إذا يخلو عن المرأة، لاحظ اليوم مجلس الشورى لما مناقشاته بوجود المرأة المحامية وبوجود المرأة بمختلف التخصصات. نعم. الطبيبة وغيرها، عندما تناقش القانون يأتي ثري، تأتي في أفكار، لأن المرأة عندها الصبر في القراءة، عندها الصبر في الدخول والولوج إلى الأفكار الجديدة واستنباطها وتشريعها في المجتمع. عندها حساسية أكبر تجاه المجتمع، وهذا واقع حقيقة، هذا واقع ملموس. لذلك أنا أعتقد المرأة عندما تدخل مجلس النواب راح تضيف مع زميلها الرجل لكثير من التشريعات. لذلك التشريعات اللي جات خصوصا التشريع اللي يتعلق بحياة الأسرة الأسرية في البحرين، المرأة كانت هي الأساس، ومن قاد هذا القانون هو المجلس الأعلى للمرأة، ومن عمل الكثير من الورش ودعم المرأة
وللوصول إلى هذا القانون اللي الآن عزز الحماية الأسرة في مملكة البحرين والمجلس الأعلى للمرأة بتوافق مع السلطة التشريعية. لذلك وجود المرأة داخل البرلمان أمر جدا حساس. أيضا من يعني عندما دخلت عضوة المجلس البلدي في المحرق أعتقد رحمه الله فاطمة سلمان وهي معروف في نشاطها الاجتماعي أعطى للمجلس مكانة وكانت يعني نوع ما نقول عندما تطالب بالأمور في التطوير العمل البلدي لاحظنا أداءها جدا متطور صحيح. ومتميز كامرأة وكمدافعة عن العمل البلدي. معلومات كثيرة استفدنا فيها من حضرتك من خلال هذه الفقرة، وكان مهم جدا إن احنا نعرف عن ميثاق العمل الوطني أكثر ونتكلم عنه للمشاهد المصري وللمشاهد البحريني أكثر كمان. اسمح لي ان انا اشكر حضرتك المحامي الاستاذ فريد غازي عضو مجلس النواب البحريني سابقا، شكرا جزيلا على تشريف حضرتك. شكرا شكرا لكم. مشاهدينا كده بتنتهي هذه الفقره الحواريه، ولكن احنا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل وفقره حواريه اخرى خاصه بالبحرين والقضايا العربيه بعد الفاصل. تنادى الدار ناقلنا هتف، حنا جند الحق نفد بلادنا، جيشنا بالدين واخلاق وقيم، نعتلي فوق المعالي جيشنا. تنادى الدار ناقلنا هتف، حنا جند الحق نفد بلادنا، جيشنا لأجل دار الخير أقسمنا قسم ما نفرق في ثرى بحريننا، كلنا يا بلادنا روح ودم. وإحنا بنحتفل مع حضراتكم بالأعياد الوطنية للبحرين بنتكلم كمان عن 50 سنة على الجيش البحريني، قوة دفاع البحرين، وجايز ده ياخدنا لموضوع مهم جدا وهو دور البحرين في القضايا العربية. والحقيقة على مدى الفترات اللي فاتت البحرين كان ليها دور قوي جدا ومؤثر في العديد من القضايا العربية والإقليمية. خلينا نعرف مع حضراتكم هذا الدور ونشوف البحرين قد إيه دعمت دول عربية وقد إيه سندت العديد من الدول. معايا في هذه الفقرة الكاتبة الصحفية الأستاذة معايا الأستاذة فوزية رشيد. برحب بحضرتك، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا هلا. أستاذة فوزية، يعني سعداء جدا بوجودك اليوم معنا، خاصة وإحنا نحتفل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية بمرور 17 عاما على ميثاق العمل الوطني. لو نبدأ حوارنا بميثاق العمل الوطني، لن نتحدث عن جوانب عامة ولكن نتحدث بجوانب خاصة عن دور البحرين ومشاركتها بجانب الأشقاء في دعم القضايا العربية والقضايا الإسلامية ومحاربة الإرهاب. نعم طبعا، أنا أعتقد أن إحنا في الفترة الأخيرة يعني احتفلنا بمناسبتين مهمتين اللي هما مرور 50 عام مثل ما قالت الزميلة دينا، مرور 50 عام على قوة الدفاع البحرين صحيح، وفي نفس الوقت قاعدين نحتفل هالأيام بميثاق العمل الوطني. وأنا أعتقد أن في ظل يعني هاي مسار الأحداث اللي قاعدين نمر فيها كلا الأمرين مهم، اللي هو أن قوة دفاع البحرين هي تؤمن الجانب العسكري والجانب يعني الأمني بالنسبة ليس فقط للبحرين وإنما حتى يعني كمشاركة في منطقة دول الخليج بشكل عام والمنطقة العربية، وبتحدث أنا يعني شو اللي أقصد من هاي الجانب. والميثاق باعتباره أنه عقد اجتماعي وباعتباره انه هو مثل ما نقول يعني جوهر المشروع الاصلاحي اللي قام بجلالة الملك صحيح. البحرين طول عمرها معروفه ان هي كانت ميناء العالم من ايام حضاره دلمون، هي ميناء العالم كله،
وبالتالي ربما رسالتها ودورها وبعدها الحضاري كبير جدا، يعني يربو يعني من الدول الحضاريه اللي حضاره دلمون تمتد الى 5000 سنه يعني قبل الميلاد. وبالتالي كانت طول عمرها معروفه ان هي البحرين يعني بلد منفتح، بما انها هي ميناء العالم، بلد فيه تسامح، بلد اللي هي لا ينعق فيها غراب مثل ما احنا نعرف من صورة جلجامش. صحيح. بلد فيه هدوء، بلد فيه سلام الى اخره. الان مثل ما انا اعتقد انه يعني للانسان جينات يتم توارثها، ايضا للدول جينات يتم توارثها، يعني يمكن الزميله دينا من مصر، واحنا يعني من محبي مصر على فكره، عشاق مصر ان صح التعبير، عشاق مصر في كل مكان، يعني مو بس احنا في البحرين. تدرك انه يعني ان جينه الحضاره اللي موجوده في هاي الدول الحضاريه هي جينات ايضا متوارثه، بما معنى ان هناك في طباع يطبع فيها الشعب بشكل عام او الناس اللي يعيشون على هاي البؤره، بؤرة الأرض لكي تطبع بها. إن هي الحين إحنا إلى ما يحدث الآن، إحنا طبعاً أنا أعتقد إن إحنا الآن في يعني بؤرة يعني ساخنة، يعني تحولت المنطقة وكأنها هي خزان، يعني مثل ما نقول لأزمات متعددة. في هناك يعني أزمات سياسية، في أزمات اجتماعية، في أزمات اقتصادية أحياناً تمر بها المنطقة، في أزمات كثيرة تولدت واستراتيجية نتيجة استهداف هذه المنطقة من خلال مشروع اللي احنا نعرفه، مشروع الفوضى ومشروع محاولة تفكيك وتقسيم الدول العربية. صحيح. إلى آخره. لذلك أصبح يعني أن احنا نرتقي ب مثل ما نقول يعني بدولنا من داخلها عبر عقد اجتماعي، عبر إصلاح حقيقي سياسي، عبر تنمية ونهضة يعني قائمة في الدول من الداخل، لكي نصل إلى أن إحنا نستطيع أن نحمي أنفسنا أيضا من المخططات الخارجية والاستهدافات. صحيح. من جدي كانت البحرين يعني هي مثلا الآن مشتركة علاقتها، طبعا هي تدرك من خلال الميثاق بأن يعني تأكيد على هويتها، على العروبة، تأكيد على البعد من جانب الخليجي والبعد العربي والبعد الدولي، ولها رسالة لكل من هاي الجهات والدوائر الثلاث. بلا شك. وبالتالي يعني ليس غريبا أنه مثلا يعني القضية الفلسطينية هي أحد أهم القضايا اللي تشغل يعني القيادة وتشغل، وهي قضية العرب الأولى. ليس غريب أنه البحرين داخلة في التحالف العربي ضد لإعادة شرعية اليمن. صحيح. ليس غريب أنه هي في التحالف الإسلامي أيضا ضد الإرهاب. ليس يعني أيضا جديد أنه هي في التحالف الدولي نفس اللي يعني اصبح لها من كذا سنه ضد ايضا ضد الارهاب. صحيح. وهي تدرك معنى الارهاب بي 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 بكل فصائله، يعني بما معناه ان الاصوليه الدينيه والارهاب ليس متوقف على داعش فقط. يعني وبالتالي هي تعمق يعني هي وتدرك ايضا ان احنا في ظل هذا الاستهداف الكامل يعني حوالين المنطقه العربيه، وخاصه مع سقوط دول كبرى يعني ودخولها في يعني في الفوضى والتفكك مثل العراق. دمار. عراق مثل العراق والدمار طبعا مثل. صح. العراق وسوريا. كل حضرتك بتقولي عليه فكرة الدمار اللي موجود في بعض دول المنطقة العربية، وإحنا بنتكلم عن دور البحرين في القضايا العربية ومساندتها للعديد من القضايا. حضرتك جايز اتكلمتي عن القضايا الفلسطينية اللي هي أولوية دلوقتي للبحرين والمصر وللعديد من الدول. خليني أسأل حضرتك عن مؤسسات زي مثلا جامعة الدول العربية. البحرين عضو في جامعة الدول العربية وليها دور مؤثر جدا من خلال الجامعة العربية. لو هتكلم عن فكرة حماية الأمن القومي العربي، حضرتك شايفة ازاي الدور، خليني ما اقولش البحريني فقط، خليني اقول الدور العربي في حماية الأمن القومي العربي، وطبعا اخص بالذكر البحرين. طبعا البحرين يعني قيادة وشعبا على فكرة هم مدركين تماما للمخاطر اللي تحيط بمنطقة، يعني ليس فقط بالبحرين لوحدها وإنما بالخليج وبالوطن العربي. ولذلك احنا تلاقي يعني سواء على المستوى الشعبي او على المستوى الرسمي طبعا بدرجة اولى، وعلى مستوى وجلالة الملك نفسه يعني يحمل
يمكن يعني هم حقيقي في هذا الجانب، في جانب الأمن القومي العربي. لذلك يعني نجده أنه هو سباق في يعني المشاركة في كل ما يدعم يعني هذا الأمن القومي، سواء ويدرك أنه يعني مثلا بعد سقوط احنا كنا يعني كنت أنا أريد أكمل يمكن في هذا الجانب سوريا والعراق وكذا، الآن يعني السعودية ومصر يعني هم بالفعل العمودين يعني عمود الفقري للأمن القومي العربي. وبالتالي نجد أنه العلاقة وثيقة تماما ما بين القيادة يعني في البحرين وقيادة في السعودية، سواء يعني أيضا على المستوى الشعبي وما بين أيضا قيادة البحرينية والقيادة في مصر. ويعني لم يكن يمكن اعتباطا أن جلالة الملك يحصل على وسامين من أعلى الأوسمة في مصر، اللي هو وسام النيل ووسام الجمهورية، لأن يعني حتى القيادة في مصر تدرك هذا الشغف يعني البحريني في يعني اتخاذ كل الإجراءات اللي هي تؤمن أو اللي هي تضع يعني مثل ما نقول سور حقيقي اللي نحن نحوط الوطن العربي في أمن القومي، خاصة أن الأمن الآن أصبح متعارف علينا يعني مو هو يعني أمن عسكري، يعني حتى مفهوم الأمن كلغة يعني أو لغويا أصبح متعدد الأبعاد، يعني هو أمن ثقافي، هو أمن يمكن اجتماعي، هو أمن حقوقي، هو أمن تعليم، هو يعني أمن في كافة. وبالتالي بإمكان البحرين ان هي تشارك يعني مع في تامين هذا الامن، وهي تفعل ذلك. صحيح. يعني كثير مثلا من المنتديات ربما العربيه على المستوى العربي وعلى المستوى الخليجي وحتى الدولي تقام في البحرين بنجاح من باب يعني من باب هاي التفاكر. وحتى اللي مش موجود في البحرين استاذه فوزيه، يعني البحرين بتشارك في اغلب المحافل الدوليه، يعني مش فقط اللي على ارض البحرين. نعم، يعني هاي يعني انا قلت يعني حتى بالنسبه لي ك يعني مملكه البحرين كبلد صغير هي تستقبل منتديات كبيره استراتيجيه على المستوى الاستراتيجي، سواء كان بما يخص الجانب الامني او الاقتصادي او بما حتى الجانب القوى الناعمه. يعني هذا الادراك العميق لاهميه صيانه واهميه يعني مثل ما نقول ان احنا يعني نؤمن هذا الامن القومي العربي بمفاهيم المختلفه هي التي تدفع البحرين الى هذا اتخاذ يعني مثل هذه السياسات والتقارب. والبحرين يعني على فكره يعني رغم صغر حجمها بس هي فعلا مؤثره في ربما يعني هي محطه وبؤره وعي، انا اعتقد ان يعني على كافة المستويات أيضا. يعني صحيح. رسالة البحرين إلى الخليج معروفة لدرجة أنه حتى يعني لما مثلا دخلت البحرين، هاي اللي كنت بعد جزء من الدول المقاطعة، هي في دول المقاطعة لسبب أنه هي من بين الدول اللي تحملت كثيرا مثلا لفترات طويلة لسنوات بشكل طويل لمدة، لأن رسالتها دائما رسالة تسامح ورسالة سلام. صحيح. ورسالة يعني مثل ما نقول يعني لم تكن البحرين قط كدولة مشتركة في اعتداء، إذا لم تستطع هي أن تعتدي لم تكن قط معتدية أو متدخلة في شؤون أي بلد، ولكنها دائما تتيح المجال يعني لرسم علاقات يعني مثل ما نقول أخوية ومسالمة وحقيقية زي ما ومتعددة دول. وتؤمن بالتعددية لأن هي بلد منفتح، يعني لما هي عندها حضارة مثلا أو تراث أنها كانت ميناء العالم كله. صحيح. فهي بالتالي تؤمن بهذا الدور. أستاذة فوزية في هذا الجانب يعني الجميل جدا عندما تتكاتف يعني الإرادة ما بين القيادة وما بين الشعب، الجميل جدا حتى في هذه المواقف السياسية والمواقف العسكرية والمواقف الأخرى تتكاتف المواقف ما بين الشعب وما بين القيادة، فعندما تقرر القيادة أمرا ما يعني تلقين هناك تكاتف وتأييد شعبي مع هذا القرار. طبعا انا يعني بالنسبه لي على فكره لا افصل بين وعي القياده ووعي الشعب، لاني دائما اعتبر ان يعني اي قياده وهي قياده البحرين انا اعتقد ان هي جزء منها، هي قياده يعني وعيها هو جزء من وعي الشعب نفسه. صحيح. وبالتالي يعني لما حتى طلع الميثاق بكل بنوده بما في حتى علاقات يعني التأكيد على العلاقات الإقليمية والخليجية والدولية. صحيح. هي نابعة أيضا من سيرة وسلوك ربما يعني الوعي الشعبي. يعني أنا أذكر مثلا على سبيل المثال إن لما كان في الزعيم عبد الناصر لما توفى
يعني من بين الدول القليلة يمكن اللي أقيمت فيه الجنازة يعني حقيقية وحارة شعبية كانت في البحرين. يعني وبالتالي يعني هذا الوجدان أنا أقصد العروبي اللي ولا زالت في الجانب العروبي تحتفل بعيد الثورة في مصر البحرين. البحرين يعني يعني هذا الجانب يعني وكانت مثلا دائما المظاهرات اللي المؤيدة يعني لكل القضايا القومية والقضايا العربية كانت تنبع في البحرين صحيح بشكل تلقائي صحيح. فكان في وعي سياسي حقيقي يعني بهذا الانتماء، وبالتالي القيادة جزء من الشعب. يعني أنا لا أفصل قيادة البحرين يعني لأن مثلا قيادة لما تستمر في حكم بلد على مدى يعني 200 أو أكثر من 200 سنة يعني إذا أنت معناته أمام أصبحت جزء يعني خلاص هو يعني بما صحيح. معناه في نسيج متداخل ما بين وعي الشعب وما بين وعي القيادة صحيح. لهذا جاء لما يعني إرادة الملك التقت مع إرادة الشعب يعني لم تكن هو لم يكن التقاء اعتباطي صحيح. كان التقاء نابع من هذا الوعي المتجانس مع بعضه، وبالتالي الطموحات الشعبية كلها التي كانت موجودة منذ عقود تمثلت في وعي القيادة في لحظة بإرادة يعني مثل ما نقول عن جلالة الملك لكي يفجرها ويفتح الأبواب كلها لكي تتنفذ هذه الطموحات صحيح. وبالتالي احنا وده اللي خلاها أستاذة فوزية فعلا البحرين يكون لها دور مؤثر في المنطقة العربية، وعشان كده الفقرة دي تحديدا كانت عن دعم البحرين للقضايا العربية المختلفة. وجايز حضرتك كده ضربت لنا أمثلة كثيرة كنا فعلا محتاجين ان احنا نعرفها من خلال الاعياد الوطنيه اللي بتحتفل بيها البحرين. كنت ضيفه عزيزه علينا على التلفزيون المصري وعلى ايضا تلفزيون البحرين استاذه فوزيه. اهلا وسهلا. بشكر حضرتك يا استاذه فوزيه رشيد الكاتبه الصحفيه، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا كده فقرتنا بتنتهي، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم هذه الحلقه الخاصه بعد الفاصل. صرح تسير بذكره الركبان يحكي حكايات لهن زمان، صرح البناة وذكراهم تجاذبنا والدمع من مقلة المجذوب هتان. عهد الأوائل بارز في ركنه، سادوا وما ذلت لهم أوطان. عهد الأوائل بارز في ركنه، سادوا وما ذلت لهم أوطان. حموا البلاد وعاشوا في حتى غدا أهل البلاد بعيشة شهدت صفاوة جوها أديان. وبنوا وصانوا حاضرات علومهم مع من لهم ساح الفدا عنوان. حتى غدا أهل البلاد بعيشة شهدت صفاوة جوها أديان. من طيبها شاد الماء
رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وجايز بقى عايزين نختم هذه الحلقة الخاصة ما بين قناة المحور المصرية وما بين تلفزيون البحرين بكلام عن القضايا الخاصة بالعلاقات المصرية البحرينية. وجايز العلاقات المصرية البحرينية علاقات قديمة جدا، وعلاقات يعني من زمان جدا، علاقات وطيدة، علاقات ما بين الشعب، وعلاقات كمان على مستوى الزعماء. يعني كتير جدا زيارات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين جلالة الملك بتحصل دايما بصورة مستمرة. عشان كده حابين من خلال هذه الفقرة ان احنا نسلط الضوء اكتر على العلاقات المصرية البحرينية. مشرفنا في الاستوديو ضيوفنا الاستاذ جمال داوود عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والاستاذ سيد عبد القادر رئيس مجلس نادي مراسلي وسائل الاعلام. اهلا بحضراتكم معنا. اهلا وسهلا. سعداء جدا بوجودكم. طبعا السيد عبد القادر زميل وكاتب اعلام صحيفه اخبار الخليج. استاذ جمال داوود ابتدا معك، يعني كنا نتكلم انا والزميلة دينا قبل شوي عن العلاقات البحرينيه المصريه، وكنا نتكلم كيف ان البحرين او شعب البحرين يحتفل بعيد الثوره في مصر، يشارك اهل مصر افراحهم في مختلف المناسبات. اهل البحرين اغلبهم نصريين، عاصروا ديك الفترة الجميلة والحقبة الجميلة، واليوم تتجدد المحبة ويتجدد الإخاء ما بين البحرين ومصر. نتذكر بداية التعليم النظامي في البحرين وكيف جمهورية مصر العربية أرسلت بكوادرها التعليمية وتعلمنا وتتلمذنا على أيادي مصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أولا. يا مرحبا. يعني تتكلم عن العلاقة بين البحرين ومصر، يعني تتفتحت يعني موضوع ما أقول هو من ناحية الأهمية، ولكن تتكلم عن شعب واحد ومجتمع بلا شك له علاقات يعني متجذرة بين البحرين ومصر، ليس دولة اليوم ولكن هي لها تاريخ يبدأ ربما من أنا بذكرها في المسألة التعليمية من سنة 1919 عندما بدأ التعليم النظامي في البحرين. وكانت طبعا يعني مصر لها الدور الكبير من ناحية المناهج ومن ناحية الكوادر التعليمية، من ناحية الإدارة، من ناحية تنظيم المدارس أنفسها، ويعني جميع الأمور ذات العلاقة بتأسيس التعليم النظامي، وضع اللبنات الأولى في مجال هذا الأساس. فلذلك نحن مع مصر إذا تكلم عن القضايا السياسية أو الاجتماعية أو القانونية في أي مجال من المجالات، بتجد بأن مصر لها دور كبير على أرض البحرين وفي المجتمع البحريني. لكن نحن اليوم أنا أعتقد بأن التاريخ قد سجل وأصبح مدون وله آثار كبيرة على كل بحريني على أرض البحرين، وكذلك في قلب كل مصر في مصر أو في البحرين. بس إحنا اليوم نتكلم عن كما أشرت في مقدمتكم مسألة العلاقات على مستوى القيادة بين البلدين والمواقف في القضايا بين البحرين ومصر، وخاصة نحن اليوم في خاصة البحرين بحكم موقعها والتهديدات التي تواجهها والأخطار، نجد مواقف مصر عندما يكون الرئيس المصري بذاته والحكومة المصرية تؤكد مواقفها الكاملة مع البحرين. نحن نتكلم عن 90 مليون، واليوم تجاوز 100 مليون مع شعب البحرين اللي ما يتجاوز المليون، وفي نفس الوقت بأن احنا نتكلم عن مساحة مصر اللي هي ما شاء الله من مساحتها قارة كاملة مع جزيرة البحرين المحدودة المساحة، وفي نفس الوقت في المواقف التي هي الداعمة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وجميع الجوانب هذه، هذا ما يجب أن نحن ننظر إليه خاصة في مستقبلنا، وكيف البحرين تخلو خطواتها في خضم هذه الصراعات بدعم كبير ومواقف معززة مكرمة من مصر قيادة وشعب. لا شك أكيد. وده يأخذني سؤال لحضرتك أستاذ جمال، يعني أنا بتكلم عن علاقات قوية من زمان جدا، بتكلم على علاقات وجايز كنا بنتكلم على المستوى كمان مش فقط الرئاسي أو مستوى الحكومات ولكن على مستوى الشعب كمان. خليني أسأل حضرتك على أهمية الزيارات المتبادلة ما بين البحرين وما بين مصر، وتحديدا في الفترة الأخيرة جلالة الملك كان في مصر، وأيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه زيارة في مملكة البحرين. أهمية الزيارات المتبادلة ما بين الرؤساء. هناك 5 زيارات تمت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي من جلالة الملك إلى مصر. لابد أن نرجع للوراء إلى 2011 لأن ده مسألة مهمة جدا. ما حدث في فترة ما سمي بالربيع العربي كان في استهداف كبير جدا لمصر وللبحرين، على أساس أن مصر هي القلب في العالم العربي، وأي خطة للتقسيم أو للتفتيت كان لابد أن تبدأ من مصر. أيضا مع أهمية منظومة دول مجلس التعاون الخليجي كتجربة تاريخية
في شكل الوحدوي أو للعمل العربي المشترك، كان أي شخص يفكر أن ينال من منظومة مجلس التعاون كان لابد أن يبدأ من البحرين لأهميتها الكبيرة. طبعا. وعشان كده مصر والبحرين الحمد لله نجوا بفضل حكمة القيادة في البلدين من هذه المؤامرات أو ما كان يراد بالمنطقة، والكل يدرك هذا في البحرين وفي مصر. عشان كده جلالة الملك كان أول من هنأ، والبحرين أول من أرسلت وفد رسمي لها إلى مصر بعد ثورة 30 يونيو. صحيح. ولا أحد ينسى هذا. عندما يعني كانت الدنيا تأخذ ورود، البعض يتردد، كانت البحرين مقدامة في إعلان موقفها الرسمي، ولن ينسى المصريين هذا لجلالة الملك. خمس زيارات في ثلاث أو أربع سنوات. بتتكلم عن خمس زيارات. إحنا على الجزء الثاني من الشاشة دلوقتي مع مشاهدينا بنعرض فعلا لقطات تاريخية زي ما بنقول ومسجلة ما بين رئيس عبد الفتاح السيسي وما بين جلالة الملك حمد بن عيسى على الشاشة، وحضرتك تتكلم. تفضل. أنا كمصري عايش في البحرين أدرك قيمة ما قام به جلالة الملك في فترة كانت السياحة متراجعة فيها في شرم الشيخ. صحيح. فقرر أن يزور بنفسه وأن يشعر الناس بأن هناك أمان. فجلالة الملك بنفسه نزل مشي في الشوارع. ما زالت هذه الصورة عالقة في الأذهان لما جلالة الملك كان يمارس الرياضة على شواطئ شرم الشيخ. لن تمحى. لأن يعني عايز أقول يعني جلالة الملك أي ملك وأي قيادي لابد أن تحاط به إجراءات أمنية، فلابد أن طبعا إجراءات احترازية أكبر. صحيح. فهو أراد أن يقول، أن يوجه رسالة بكل الحب بكل التواضع، أن يقول أن السياحة في مصر آمنة. أنا أسير في الشوارع وسط الناس، الناس بتلتقط معايا صور سيلفي. صحيح. أنا بنزل البحر بتريض وبدون الحراسة اللي احنا عارفينها خالص. لملك بحجم يعني طبعا. جلالة الملك طبعا. ملك البحرين طبعا. يعني وطبعا ده كان ليه انعكاس كبير، لأن طبعا احنا في مصر بتعتمد بشكل كبير على السياحة الخليجية. فأي خليجي هيرى عاهل البحرين بنفسه طبعا بهذا الأمان، رسالة في مهمة في مصر طبعا. دي رسالة مهمة جدا. الحقيقة في مواقف كتيرة قد لا يتسع الوقت، لكن اللي أنا أقدر أقوله، أنا كمصري عايش في البحرين من 15 سنة لم أشعر بأمانة بغربة في البحرين. وهناك مصريين يعيشون 30 و 40 سنة. صحيح. ولا يشعروا بلا شك. وهناك عوامل كثيرة تجمع ما بين الشخصية المصرية والشخصية البحرينية. الهدوء، الحب الآخر، الاندماج مع الآخرين، يعني في ألفة شديدة جدا بيشعر بها المصريين مجرد وصولهم من البحرين. صحيح. سعادة النائب، ربما بحديث الزميل السيد عبد القادر عن هذا الجانب المهم جدا، نبني على التكامل الاقتصادي، نبني على التكامل العسكري، نبني على العديد من أنواع التكاملات ما بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، هل نحن الآن في الطريق الصحيح نحو العمل الأمني المشترك، نحو العمل الاقتصادي المشترك، نحو العمل حتى السياسي المشترك والسياحي المشترك أيضا كذلك؟ ما في شك طبعا، احنا لما نتكلم عن مستوى العلاقات بين البلدين يعني في أي مجال من المجالات، احنا دائما ننظر إلى الحكمة القيادة. صح. فيما تنظر إليه في رؤية البعيدة. لذلك احنا عندما تتحدث عن البحرين ومصر تتكلم عن مجتمع واحد أصلا، قيادة لها فكر مشترك في 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 كل المجالات، بالإضافة إلى أن يعني لم تغلق القنوات بين البحرين ومصر في أي ظرف من الظروف. صحيح. يعني على طوال مدى السنوات الماضية يعني سواء كنا نراجعها أو عشناها أو عملنا في مجالها، يعني ما كانت قد أوقفت قنوات بين البحرين ومصر أبداً. في أي مجال مجالات أبداً. بل أن حتى خطوط الطيران سواء كانت بالسياحة أو العمل أو التجارة أو حتى الأسر التي تداخلت تزاوجت مع صحيح. بعضها بعض. صحيح. يعني هي مستمرة إلى تاريخ اليوم. يعني كثيرا ما نسمع سواء كان من أقاربنا أو من يعني معارفنا أن زيارتهم إلى مصر مهما توقفت أبداً. بل أن حتى مشكلتنا في 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 قضية ربما هي تحتاج أن فعلا ننظر لها، أن اليوم عملية أنا أسميها التدفق البحريني إلى مصر، على الرغم من يتصلون في مصر كيف الأوضاع عندكم كيف الأوضاع عندكم، يقول احنا جايين بالضبط. يعني ما في حتى مسألة أن شعور بنوع من الخطورة التي منعت البحرينيين من أنهم يزورون أبداً. مصر
بأي منطقة المناطق، سواء كانت القاهرة أو شرم الشيخ أو أي مناطق المناطق المصرية. لذلك إحنا علاقتنا مع مصر هي علاقة فعلا يعني متجذرة تاريخيا أسريا، علاقات يعني أبعد من أخوية يعني. والأمر الآخر أن الرؤية القيادة اللي إحنا دائما ننظر فيها في كيفية التعامل مع الظروف والقضايا والمواقف السياسية أو أي مجال آخر، اقتصادي أو سياحي أو تعليمي أو قانوني في أي مجالاتها، تجد دائما أن الأبواب مفتوحة، بل هناك دعم، هناك تحفيز للتحرك، هناك دائما توجه من أجل الاستفادة من خبرات المصرية. يعني احنا نتكلم عن 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 ما بقول مصريين، عن الاخوه في البحرين يعني ابدا، هاي وطنهم بالالاف، بل حتى احنا ما في يعني ما اعتقد ان في حد يجيب ارقام بالاحصائيات، لان احنا نتكلم عن حياه متداخله بين بعضها بعض. والشعب المصري طبعا احنا لا نستطيع ان ننكر يعني مواقفه ودوره كشعب، قبل نتكلم عن قياده. صحيح، مواقف الشعب المصري عندما كله مواقفه، ومن تجاربنا الشخصية في زياراتي مصر، أنا عملت في مصر عموما ترى فترة من الفترات في الصحافة، عملت في مصر لما تأشر هناك، عملت في الصحافة المصرية، عملت في صاحبة الجمهورية المصرية. نعم. عرفت كيف؟ فلما تعيش الحياة في مصر هناك يعني يعني كما قال الأستاذ عبد القادر تكلم أنه لم يشعر بغربة في البحرين، كذلك احنا ما شفنا بغربة في مصر أبداً. يعني أحد الأساتذة المصريين كتب علي مقال في أحد الأيام قال جمر يعرف مصر أكثر من المصريين. يعني المسألة هي أن فعلا نحن يعني الشعب البحريني والشعب المصري ترى شعب مكون مع بعضه بعض، وله تاريخ قديم متجذر، يعني تتكلم عن ما شاء الله أكثر من 100 سنة. فلذلك والحاضر والحاضر يتوج هذا الماضي الجميل. ده اللي عايزة أستاذ سيد أتكلم فيه، عايزة أتكلم بس عن جوانب أخرى غير الجوانب السياسية، وجايز عايزة أتطرق للجوانب الاقتصادية أكتر. تمام. التعاون ما بين مصر والبحرين في الجوانب الاقتصادية. البحرين هي الدولة رقم 14 في ترتيب الدول المستثمرة في مصر. استثمارات البحرين 2.7 مليار دولار في مصر. في حوالي 183 شركة بحرينية مسجلة في مصر، ده في الوقت الحالي. تمام. حجم التبادل ربما لا يعكس هذا الزخم السياسي، هو 160 مليون دينار. تمام. لكن أعتقد بعد تعويم الجنيه المصري هذا الرقم سيرتفع كثيرا. إذا أردت أن تتأكد انزل إلى أي سوبر ماركت الآن في البحرين، سترى المانجو المصري بالضبط، البرتقال المصري، الخضروات المصرية، بناكل سبانخ طازة وفاصوليا خضراء وبصل وبطاطس، كل يوم كل المنتجات بقت مصرية لأنها أصبحت لها يعني قدرة تنافسية كبيرة. فأعتقد الرقم 160 مليون ده كان نهاية 2016. صحيح. التاجر البحريني ما يتخافش عليه، تاجر شاطر جدا من أوائل الناس اللي ابتكروا التجارة في الخليج. فأنا أعتقد أن 2.7 أيضا مليار دولار اللي هو حجم الاستثمارات البحرينية سوف يرتفع في السنوات الأخيرة، بالذات مع زيادة فرص الاستثمار، مع السعر الجديد وتحرير سعر الصرف، خلى فيه امتياز كبير جدا لجذب رؤوس الأموال في مصر. فأعتقد أن وأنا شايف أن في تجار كتير في البحرين مقبلين على هذه المسألة. بالعكس كمان أنا شايف حتى مواطنين عاديين حريصين أن هم يقتنوا شقق ومساكن في مصر. والأجازات طبعا بالتأكيد يعني اختيار كبير أن هم في الجانب السياحي جميل جدا عندما يتملك المواطن البحرين. القوانين المصرية جميلة جدا تساهم في تملك البحرينيين والخليجيين بشكل عام، يعني لعقارات في دايما في ناس بتسألنا اشتري شقه ازاي في مصر، هل هتكتب باسمي؟ اقول له يا احنا في مصر في حريه للتملك للمواطن العربي، ويعامل كمصري ويتعامل كمصري. صحيح. ومفيش اماكن معينه انت تمتلك فيها، تستطيع ان تمتلك في اي شيء، وتسجل شقتك باسمك ويكون لك حساب في البنك ويبقى ليك اقامه يعني في امتيازات كبيره جدا. فاحنا بنتوقع مع المناخ الجديد، مع تحرير سعر الصرف، ان في اقبال كبير بنلمسه في كل مجلس بنجلس فيه. نبتدي الاول اروح اعمل حوار صحفي، بعد ما اخلص الحوار الصحفي يقول لي طب انا عايز اعمل شغل في مصر، الدنيا اتغيرت، الدنيا عامله، اقول له الدنيا تعالى تعالى. دايما هذا النوع من الاسئله تتواجد معك وانك صحفي بالضبط. بعد انتهاء المهمه الصحفيه بتبدا مهمه اخرى، مهمه ان انت يعني بتبقى هنسالك عن مصر، طب ايه الوضع دلوقتي، طب لو حبينا نتملك، طب هنروح على الاجازات. طبعا الظروف اللي بتمر في المنطقه كلها بتصب في النهاية لصالح مصر، لأن الحمد لله الأمن والأمان موجود طبعاً في مصر. طبعاً من الجانب الاقتصادي اللي احنا سألنا حضرتك عليه برضو، عايزين نسأل سيادة النائب عن
الجوانب النيابية البرلمانية، هل في تعاون ما بين مصر والبحرين فيما يخص الحياة النيابية؟ والله أعتقد الزيارة الأخيرة المتبادلة بين معالي رئيس مجلس النواب البحريني الأستاذ أحمد بن إبراهيم الملا إلى مصر، وكذلك زيارة رئيس مجلس النواب المصري الأستاذ عبد الأحمد عبد العال علي عبد العال لما زار البحرين قبل حوالي أسابيع قليلة فقط الماضية، وفي نفس الوقت ليست يعني والزيارة لم تكن هي مجرد زيارة رسمية، بينما هي كانت رسالة بمعنى الكلمة زيارة أخوية، زيارة يعني بنسميها احنا عادية جدا طبيعية، يعني حتى في جلساتنا، حتى في مناقشاتنا، حتى في طرح الأمور، حتى في مناقشة قضايا، حتى في جلساتنا لما نجلس ونتسامر ونشرب الشاي مع بعضنا بعض وغيره، يعني أمرها طبيعية. والتعاون هذا أو هذه اللقاءات هي مقضى التعاون، ولكن قضة الأبواب المفتوحة في كيفية الاستفادة من الخبرات المصرية، وكذلك التعاون في سن التشريعات سواء كان في البحرين أو حتى في مصر. يعني هناك كثيرا من التعاون والتبادل في التشريعات بذاتها في كيفية الاستفادة منها، سواء كانت ما هو موجود على الساحة في البحرين أو الموجود على الساحة في مصر، بالإضافة إلى أن الخبرات عندما نتكلم عنها في مجالات لها علاقة يعني كيفية الإدراك في استشعار الأمور المستقبلية. يعني مصر عندهم قدرة في كيفية يرسم لك الشارع الطريق إلى المستقبل قبل أن تبدأ فيه من اليوم. هذه المسائل تحتاج إلى إحنا فعلا ندركها ونعرف ونتعرف على اقتباسها كيف يكون. يعني مساعد وزير البحث العلمي في مصر عندي التقاء والعلاقة قوية مع الدكتور عصام خميس، عندي اتصال أسبوعي معاه مستمر، مضى الآن عليه عدة سنوات، مش عارف سنة ثلاث سنوات تقريبا، أسبوعيا نحن على اتصال مع بعض ونتبادل رسائل من خلال الواتساب، ونتفاكر في مسألة كيفية تحفيز البحث العلمي في مصر. نتكلم أنا أتكلم عن مصر وهو يكلمني عن البحرين، فكأننا نحن تبادل مسائلنا يعني بأريحية تامة، يعني بتوافق هناك تام بتوافق تام وأريحية تامة. يعني حتى لما أزور مصر هناك وزياراتي بصراحة كثيرة لمصر، لما أروح والتقي مع بعض الوزراء خاصة عصام هسه كل احترام وتقدير بصراحة، لأنه فعلا يعني رجل صاحب رؤية مستقبلية قوية جدا في النهضة الصناعية على أرض مصر، وتأسيس يعني إبداعات وابتكارات إلى درجة أن حتى من خلال منظمة الصناعة العربية في كيفية حضور المؤتمرات وطريحة طرح الأفكار والمواضيع، نحن بخير أن عندنا من الرجال يفكر على مستوى العربي ككل، ليس فقط في مصر، ولكن حتى لما تطرح الأمور في مجال حتى التشريعي في كيفية التشريع في مصر، وهذا التشريع بينفع للبحرين على طول. صحيح. بيقول لي مع اختلاف الوضع في البحرين والوضع لمصر، ولكن أكيد في شيء يعني نقاط يعني مشتركة ممكن تنفع لهذا الحوار بالتأكيد. ربما المستقبل، بما أن تكلمنا سعادة النائب تكلم عن استشراف المستقبل، نتحدث عن مستقبل علاقات الزميل السيد عبد القادر، مستقبل العلاقات وتطورات ما بين البحرين وبين جمهورية مصر. طبعا في ظل الفترة اللي فاتت واللي احنا بنتكلم عنها والزيارات المتبادلة، لأنها مهمة جدا وهتبقى مؤشر لنا كمان. صحيح. عن الفترة الجاية واللي هيحصل خلال الفترة الجاية ما بين مصر وما بين البحرين، في تنسيق على يعني ما نلمسه من خلال عملنا الإعلامي ومتابعتنا الإعلامية، هناك تنسيق دائم ومستمر على أعلى مستوى بين البلدين، وده تجلى في مواقف كثيرة من سواء من القضايا المشتركة بين البلدين أو حتى من القضايا الإقليمية. يعني مصر هي واحدة من الدول الأربعة الداعمة أو المكافحة أو الرافضة للإرهاب، وموقفها كان موحد وأثر كثير على شكل المنطقة. مصر والبحرين لهم رؤية مشتركة تجاه مثلا ما يحدث في اليمن، تجاه ما يحدث في سوريا، تجاه ما يحدث في ليبيا، فهناك رؤى مشتركة بين البلدين، وده شيء مهم جدا، لأن في النهاية المواقف الجمعية بتأثر أو المواقف المشتركة ما بين دول لها ثقل ولها أهمية على الخريطة العربية بيأثر طبعا في أنها تفرض رؤيها على الأمر الواقع على الأرض الواقع يعني. صحيح. فإحنا بنتوقع في المرحلة القادمة بإذن الله مزيد من التنسيق ومزيد من التقارب ما بين مصر والبحرين. بلا شك. سمحتوا أكمل في النقطة. في عجالة لو سمحت. في نقطة مهمة جدا، أنا أعتقد يعني نحن نضع أعتقد يعني توجهنا السياسي القادم للمستقبل التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في على أكفك الصحفيين، لأن دورهم الإعلامي كبير جدا في تعزيز وتوثيق
ورسم الخارطة المستقبلية في الانفتاح الأوسع والأكبر، ليس فقط بتوجهات القيادة السياسية ولكن توجهاتنا الاجتماعية في شكل أساسي. إذن الدور على عاتق الإعلام في المرحلة المقبلة. سعادة النائب، سعادة النائب جمال داود، كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا اليوم، وأيضا سعادة الزميل الإعلامي الأستاذ عبد القادر الكاتب الصحفي بصحيفة أخبار الخليج، كل الشكر والتقدير على تواجدك معنا اليوم. أعتقد للأسف الحلقة الخاصة من المشتركة ما بين تلفزيون البحرين وما بين قناة المحور الفضائية برنامج آخر الأسبوع، للأسف الوقت انتهى، ولكن قبل الختام لازم أن احنا نوجه الشكر لكل حد اشتغل في هذا الحدث وهذا البث المشترك ما بين القناتين. فوز نشكر مين ولا مين؟ نشكر مين ولا مين؟ يعني بنعد وبنتعب ما بين المتواجدين اللي سهلوا لنا المهمة اليوم. طبعا خلوني علشان ما ننساش حد. فوز طبعا أنا بشكرك فوز على يعني هذا التعاون والروح والألفة في هذه الحلقة. اسمحوا لي كمان أن أنا أشكر كل الشباب زمايلنا خلف الكاميرات، كل زمايلنا اللي موجودين في الكنترول. أشكر طبعا الإعلامي المتميز علي حسين، أشكر الجميلة سوسن اللي ساعدتنا في الحلقة، مخرجنا المتميز الحقيقة بشكره شكرا جزيلا راشد. بشكر كل حد الحقيقة كان موجود للعمل على هذه الحلقة المشتركة. شكر جزيل لتلفزيون دولة البحرين على التعاون، وشكر أيضا لمعالي وزير الإعلام سيد علي رميحي على هذا التعاون في البث المشترك. فواز كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. وانا بدوري بس كلمة شكر طبعًا بسيطة طبعًا لأهالي مصر بكل محافظاتها بكل قراها بكل مناطقها في جمهورية مصر العربية، أرض الكنانة وأرض العروبة، مصر العروبة. في الحقيقة شكرا لقناة المحور على هذه المبادرة الجميلة جدا في هذا الحس الوطني الجميل بمشاركتنا أفراحنا، أفراح البحرين، أفراح مصر، وأفراح جمهورية مصر العربية بالتأكيد هي أفراح البحرين. وبشكر يعني الحقيقة المشاهد البحريني اللي سمح لي من خلال هذا اليوم أن أنا أطل عليكم من خلال الساعتين دول، وشرفت الحقيقة بهذا الشعار شعار البحرين. شكرا جزيلا لكل مشاهدي تلفزيون البحرين وكل الشعب البحريني. شكرا أيضا لمشاهدينا من مصر برنامج آخر الأسبوع على شاشة المحور. أعود إليكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في نفس التوقيت ولكن من القاهرة وبرنامج آخر الأسبوع. في الختام شكرا فواز. شكرا لكم جميعا. تصبح على خير. وانتم من أهل الخير. وشكرا مشاهدينا وتصبحوا على خير. شكرا لكم. مع السلامة.